اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه. النهارده عامل لكم ميكس ما بين الشكشوكه والاندومي، جميل جدا، في بروتين، طعمه جميل جدا. شايفين عامل ازاي؟ طعمه جميل جدا ويفتح النفس. اول ما بنجوع بنقوم نعمل شكشوكه. النهارده عامل لكم بقى الاندومي بالشكشوكه، جميل جدا، ميكس جميل جدا، في بروتين وفي خضار، وتبقى الكميه بتاعته كبيره. الاندومي بيبقى بيتضاعف حجمه، شايفين شكله عامل ازاي؟ طعمه جميل جدا وسهل بشكل احلى من ان احنا متعودين عليه، جميل جدا، ميكس جميل، شايفين شكله عامل ازاي؟ ومشبع جدا، وحاجه سهله هتعملوها بسهوله. ايوه هقول لكم على الطريقه، جميله جدا. يلا بنبدا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معايا معلقتين من الزيت على النار، على نار متوسطه، وبعد كده هنزل على الزيت ببصل. معايا بصلايه كبيره مقطعاها، هسيبها على النار لحد ما تستوي وتطرى شويه، وبعد كده هنزل بتلات قرون فلفل كبار، فلفل الوان. هننزل بالخضار اللي احنا متعودين ان احنا ننزل بيه على الشكشوكه، طريقه الشكشوكه العاديه، وهنسيبها لحد ما تتحمر مع البصل وتطرى معانا شويه، وبعد كده هنزل بالطماطم، طريقه الشكشوكه العاديه اللي احنا متعودين نعملها. بعد ما تستوي وتسرى معانا شويه، هنزل بحبتين كبار من الطماطم، قطعتهم لمربعات، ممكن نزود الطماطم او ممكن ننزل بصلصه اللي انتوا حابينه، ممكن نكتر في الطماطم او ننزل بدلها بصلصه. هننزل بمعلقتين كبار من الصلصه، وبعد كده هدمجهم كويس على النار لحد ما تنزل الميه بتاعتها وتستوي معايا. هدمجه كويس على النار، وبعد ما يستوي معايا ويطرى وينزل الميه بتاعته، هنزل بكوبايه كبيره من الميه، الميه الفاتره بدرجه حراره الغرفه العاديه، هنزل بميه عشان نسوي الاندومي فيها، كوبايه كبيره من الميه. وبعد ما انزل بالميه هنزل بالاندومي، هنزل بكوبايه ونص من الميه على حسب حجم النودلز اللي معاكم، وبعد كده هنزل بالنودلز وغطيها علشان تستوي في البخار على درجه حراره متوسطه كده. بعد ما استوت عد عليها دقيقة ونص، هقلبها على الناحية التانية علشان تستوي، هدمجها مع بعض كويس، هتستوي بسهولة معاكم، مش هتاخد معاكم وقت خالص. شايفين الحجم بتاعها عامل ازاي؟ طعمها جميل جدا معاكم كده. بعد ما استوت هدمجها كويس، مش هننزل بالبيض دلوقتي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اجمل ميكس عملته، جميل جدا، الشكشوكة بالنودلز بالبيض، جميل جدا. بعد ما ادمجها كويس هنزل بالبهارات بتاعتها، هنزل بنص البهارات علشان ما تكونش حادقه معايا قوي، هنزل بنص الكميه. وبعد ما انزل بالبهارات هدمجها مع بعض كويس، جميله جدا، بتبقى طعمها خرافه بجد، طعمها رهيب، اتمنى تجربوها، من اجمل الميكسات اللي انا جربتها. هدمجها مع بعض كويس، وبعد ما النودلز تستوي معانا هنزل بالبيض، هنزل بالكمية اللي تعجبكم على حسب الأفراد، هنزل ببطين كبار وهسويها على البخار، هغطيها لحد ما تستوي. زي ما احنا شايفين استوت معانا، ممكن تختار درجة السواء اللي تريحكم، جميلة جدا، ممكن تزودوا لها مية تاني، انا زودت لها مية زي ما احنا شايفين، ممكن تحتاج مية تاني لو لسه مستوتش كفاية، او علشان البيض يستوي معانا. شايفين شكله عامل ازاي؟ مستوي من جوه، استوى معانا وبقى الميكس رهيب بجد، عملت معايا كميه كبيره، كميه بتتضاعف، بيبقى الحجم بتاعها كبير، من اجمل الميكسات اللي انا جربتها. شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل جدا وشكله يفتح النفس، ميكس بجد رهيب، ممكن نضيف له شطه اللي انتوا تحبوه. شايفين شكله عامل ازاي بعد ما خلصته؟ عمل معايا كميه كبيره، شكله جميل جدا، بروتين مع النودلز اللي احنا بنحبها، جميلة جدا، ومع طعم الشكشوكة ليها طعم مخصص لوحدها، يعني جميلة جدا، طعمها رهيب، اتمنى تجربوها. وكده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يارب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وادخلوا قناتنا وجفاتنا القديمة هتعجبكم جدا، عملت قبل كده الاندومي الكوري الحار، جميل جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان تتفرجوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.